سلامات شباب، واليوم فيديو حماسي من لعبة هولو نايت، لأن أخيراً رح ندخل منطقة الوايت بالاس. جربنا ندخلها آخر مرة ومتنا مباشرة، بس اليوم رح يكون إشي مختلف. وين الحثالة اللي قتلني؟ هيو أوكي عنده هيلث اكثر بكثير مما توقعت، بس اظن الباب فتح صح؟ سمعت صوت باب فتح. ياب الباب فتح بعد ما دمرني الاخ. هذا هو الوايت بالاس. هاي اشياء يعني عشان انط عليها. في شيء تحت؟ نايس بنش. دام الموسيقى خرافية في هالمنطقة. في شيء تحت؟ اوكي لا. نايس فيش مسكر هان. لازم نفتح الباب بطريقة، والمشكلة فيش خريطة في هالمنطقة. بيس الشت. ماي جاد مقواهم. ها ضويت ضو، بس مش عارف شو الهدف بالضبط. لحظة، طالما اني ضويت الضو يعني الباب هذاك فتح. يا فتح اوكي نايس، بس خليني اهيل على السريع. اوه وات السرعة. اوه قاعدين بينزلولي لانه عندي علامة الملك او مارك اوف ذا كينج اللي هي كينجز براند. هذه بقدر اهيل منهم؟ بقدر. نايس. What the shit؟ شو هذا؟ لا 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 حل عني بعرف ايش هذا بديش اياه. اوكي كمان باب مسكر يعني بدي ضو. كمان باب مسكر بدي كمان ضو. لا يا اخي، عشان هيك حكيتوا لي احط تاعت النحل هان عشان اهيل من ورا كل هذا الدمج. أو لحظة بقدر، لا بقدرش انط على هذول. بقدر اوكي هذا بيساعد. اوكي اخيرا هوف. وات في كمان؟ اوكي 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 الاشي مستحيل. لحظة بقدرش اسوي هيك؟ بقدر. لا راح اموت انا في هالمنطقة. انا هذا شيء مستحيل. شيل هاي وحط هاي. اوكي اوريدي رجعنا محل ما كنا. يس يس في اشي هان. ايش كل هذا؟ ووو في اشي في اشي في اشي مستحيل. اوكي لا 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 كل اللي بسويه في هذا المقطع اني قاعد بطلع اصوات بس. لحظة بقدر امشي على هذا؟ اوكي هاي استراتيجية عشان اعرف شو بالضبط تحتي. اوكي امان. نايس كل هذا عشان شو؟ مش كله عشان تشارم هسه ولا عشان دودة. فتحت اشي مش عارف ايش هو. تاع الضو؟ اوكي فتحنا الضو، كل هذا عشان افتح الضو. واحد منهم ضوى وضل الثاني، اوكي. ليش؟ مين؟ ليش الملك حط هالكد حمايات في قصره؟ شو الفكرة؟ هذا الوايت كينج من شو كان خايف؟ اوتش ايش كل هذا؟ لا كان لازم اروح على المنصة. قاتلت 20,000 باس عشان اجي اتعذب من عند هذول. كيف سويتها المرة الأولى؟ مش عارف كيف سويتها.
اه واو هيلينج شكرا. اوكي عشان ممنوع تسوي هيك. بقدرش اوقف بينهم. لا وين اروح؟ اوكي هذه تشيك بوينت صح؟ اوكي منصة هنا هيلينج يعني؟ الضوء الله اكبر. هنا هذه وهنا هذه بس كان في اشي على الشمال تعرف مش مهم. جوز كانت شورت كت جوز كانت اشي يفترض هسه فتح. الله اكبر هسه لازم اروح اواجه. نسيت انه راح يكون في باص في هالمنطقة اكيد. ليش في كمان لا 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 بليز. رجعت لحبان. لحظة شوي، لا خليني أول شيء أضوي الضوء، ثواني أظن شفت إشي. إبراء الوصول للباص في هالمنطقة أصعب من الباص نفسه. لا يا الله إيش هذا بنش؟ الباص؟ لا ليش سامع كمان هذا بس هالشي مستحيل لانه التوقيت مستحيل ما بقدرش اسويها. لحظة شفت وين لازم اروح. مش بقدر اسوي هيك. انا بجوز هو اغبى انسان شافته عيني. لحظة بجوز برضه لقيت كمان نقطة هرب اذا قدرت اوصلها. هلا طريقي من وين؟ اني اتوقع لقدام. وات فوك. بقدرش اخبط هذول. بقدر اوكي. ليش كل هذا؟ شو الهدف؟ احفظ جنب العمود لاني حاسس رح اعيد هاي الحركة اكثر من مرة. او مرة واحدة نايس. بتحس انهم حكوا لحالهم تعرف لازم نحط باركور في اللعبة مش عارف ليه بس لازم. اوكي توقعت انه في فخ في النهاية. ما اظنش انك يفترض تسويها هيك بس راح اسويها هيك. لحظة ايش هذول؟ راسي. لحظة بقدر اوقف بالنص بينهم؟ لا
لا هذه مستحيل داش، هاي داش مع مشي. اوكي خلصتها. اوه تحكيش في كمان، تحكيش في كمان. ليش في كمان؟ لا برجع لحد هان. هذا الاشي، هاي اللعبة. شو بتكيني اطير؟ بطير. لا لا في اشي، في اشي، في اشي اكيد رح اموت هسه، رح اخبط في اشي. حارس ميت، كمان حارس ميت. لحظة، هان في درج، هان في بنش. اوكي اكيد في بنش، مستحيل اواجه الباص بدون بنش. ها الملك، الو هو عايش. No cost too great. لحظة، أنا قتلته هيك؟ أنا قتلته هيك، أنا صرت الملك. إيش هذا؟ وايت فراجمنت. ايش قاعد بصير؟ الو؟ قاعد بحكي معي. انرميت برا. هذا كان الهدف من كل شيء؟ بقدرش ارجع ادخل؟ بقدر بس وين برجع؟ اوه لحد هان. هذا الشيء غريب، وين الاشي اللي جبته طيب؟ اوه هيو، هو تشارم بده 5، اصلا تقدرش تركبها. بس هذا بس نص، وين النص الثاني؟ يعني هذا هو الوايت بالاس. خلينا اشيل هاي الاشياء. ارجع الاشياء العادية. بقدر اروح اواجه الهولو نايت بس معي نص قناع، وين النص؟ تعرفوا متذكر في هاي المنطقة في الجاردن شفت زي جندي ابيض او جندية بيضة بس ما عرفتش اوصلها، فبجوز اشي هنا. شايفين هنا في ممر صغير، بجوز من هناك او من فوق من هان او من هان، مش متأكد. يعني هسا الخطة ان نجمع هاي كاملة عشان نعرف شو بتسوي الوايت فراجمنت، اكيد بتكون قوية بشكل مش طبيعي. هيك صحت هذا المقطع، عشان المقطع عجبكم صحتوا لايك وشير سبسكرايب وتعليق. هذا المقطع صراحة كان اغلبه بس انا بصيح. بس ان شاء الله يكون عجبكم. اذا بتحب تعلم مادية تقدر تسوي انتماء على القناة او تستعمل كود مايوفو على سوق نون الكتروني وتحصل على خصم تدعمني وبس. بشوفكم في المقطع الجاي، سلام عليكم.